حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة كلتا. واليوم فرحانة بعودة أفراد طاقم حنا بار اثنين وإحنا أصحابنا وإخوتنا معنا في البابور حاسين عليهم الحمد لله يا ربي اللي تخلصوا من المحنة هذه. رجلي تو 9 أشهر ملي قصد ربي الخدمة و9 أشهر ما روحش لدارو برسك معتها كما تعرفوا خلاني عروسة والحمد لله يا ربي غسرة وتعديت. والله عدينا يميت لطف مشومة والله لا عاد يعاودهم استنيوا تويكا فرحة كبيرة بعد اشقاء وشده يجي الفرج من فضل الله. صدقيني ارتحت 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 كنت عايشه بالدواء عندي 3 أيام ما عادش نشرب الدواء نحمد فرحة فرحة باش ندير باش نطير كل فرحة كل حمامة باش نصح الفرحة الحمد لله يا رب الحمد لله فرحانة فرحانة برشا 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 فرحتي كبيرة برشا ما نجمش نوصفها لك اليوم عرسوا فرحة كبيرة مش 4 شهور نستناو فيها 4 سنين قوش عليهم تعدوا 4 سنين والله صدقني اكبر فرحه وانا عرست لولدي نهارين هذوما عرست لخويا ما فرحتش كيما الفرحه ذي وان شاء الله يا ربي ما عادش تعاود لنا حكايه كيما هاك ان شاء الله يا رب ما عادش نجم حتى نتحدث بصراحه قوت الفرحه ما عادش نجم حتى نتحدث ما عادش نعرف حتى شنو نقول بصراحه جيت من 4 بتاع العشيه اي بورتو ما حسيتش بالوقت والحمد لله الماضي صفحة وتطويت بآلامها بدموعها بانتظارها بشوقة بالله صار والحمد لله تو في جو آخر الله ديما من المؤمن في الخير وفرحانين به برشا وان شاء الله غير يروحنا لاباس هو والطاقم الكل تو جوست نستنى وقتاش باش نشوفوه اللحظه باش نشوفوه فيها تولدت من جديد معناها اكثر فرحه في حياتي هي فرحه اليوم يعني لا حسيت لا متريز لا عرس لا حتى شيء باغابوغ رجع خويا فرحانين ما تصورش قداش ما نجمش نوصف لك ملي سمعنا الخبر ما نجمش لا نرقد لا ناكل لا حتى شيء نستنى في اللحظه اللي شرف فيها خويا اليوم غصر تعديت وفرحه في وجوه الناس كل الحمد لله رب العالمين تعبنا ولقينا اليوم فرحانه وفرحانه وفرحانه وماني فرحانه ولاني نبكي نبكي خاطرش بالفرحه ونبكي باللي حسيت عليه ال4 شهور اللي حسيتهم تعبت برشا تعبت برشا وفي وليدي تعبت برشا الحمد لله يا ربي الحمد لله ان شاء الله يرجعوا لاباس متسوق له ياسر ياسر متسوق ليه عنده تو 4 أشهر وممكن 6 أيام ولا قداش جو عبارة عيد عنا يعني فهمت العائلة كلها ملمومة يعني وكل الجو أمبيونس كبيرة يعني كلها فرحة صدقني وصلت في وقت من الاوقات فقدت الامل انا واحد من الناس فهمتي الحمد لله يا ربي يعني وقت تحركت الدوله بالرسم يعني فهمتي وقت تحركت الدوله وقت حسينا بالفرحه بالرسم قلت مع الظروف اللي عاشتها البلاد صعيب برشا شكون باش تلفت لنا وشكون باش تلفت لهم هما كاشخاص ان شاء الله نحلوا القضايا الموجوده في على الارض لهنا في تونس الحمد لله سمعونا بلغنا صوتنا عن طريق قناة حنبال قنوات إذاعية نحب نهني شباب الثورة هذية ونقول لهم اللي بدينا نجنيه في الثمار هذية برجوع طاقم حنبال 2 اللي هما فتحونا المجالات باش الأعلام ووصلنا صوتنا للأعلام قابلنا مع الوزير قلنا له هذايا أول امتحان فهمتني طالبين ثقة الشعب التونسي قلنا له إذا كان تنجحوا في الامتحان هذا هو امتحان بسيط لكن معبر جدا سيلو جيسكي كونت بارك الله فيكم يعطيكم الصحة نزلتوا بكل الثقة اللي متاعكم وريتوا اللي انتم وطنيين ساعات هذه ساعات تاريخ مش يذكرها تاريخ مش يذكرها